مسا النور وشو اشتقنا لهالنور وعرفنا قيمة الضوء. مرينا بظلام ما بينحمل إن كان على مستوى عزلة كورونا أو على مستوى التيار الكهربائي وأزمة التأمين وتحكم الاشتراك بالأهالي. ما خلصنا بعد من هالأزمات، بس حبينا بأجواء الميلاد نرجع شوية لنور الرب، لإيمانه الدافي، لشجرة مضوية، لزينة مرفوعة على اسمك يا يسوع. ومين قلنا غيره؟ أنت اللي منحكيك وبتسمعنا. ما أعظم صدقك، من زمنك منتعلم الغفران والسماح. أنت اللي فديتنا بجسدك وضليت بالروح. اليوم اللبنانيين عم بيحملوا صليبك، ومن كل الأديان كلهم موجوعين، كلهم ناطرين نخلص، وعم بيمروا عليهم اللصوص الهيكل والمرجلين وأعداء الإنسان، وهن صابرين متحملين الشوق، ومن مرة لمرة بيطلوا على فرحة العيد، بيزينوا للميلاد عقد ما بيقدروا، ونحن معهم علينا زينة بزحلة وعلقنا على الشجرة الأمان الكتير بميلاد وطن. من كتر ما نادينا صارت السما معبية صلوات ودعوات، من لبنانيين تعبتهم الأوضاع المأساوية، وفي عائلات منهم صوتهم بعيد وناطرين يرحمهم بركتهم. ومثل ما وصوك يا عيد، روح زورهم ببيتهم، بيتهم فقير ما عندهم شي، علق قمر عبوابهم في برد، خدلهم نار، روح زورهم ببيتهم، قلن خلق يسوع. وقدام ألام هالشعب شو ممكن ينقال؟ ترخص السياسة وأهلها، ومنرجع لنلاقي حالنا حد الناس ومطالبهم ودربهم اللي ماشي عليها أكتر من يهوذا يلي باعوا البلد بـ30 من فضة، وكبار الكهنة حاميين وساكتين ومش عم بعذبوا حالهم بالتفتيش عن حلول. دول العالم كلها بهدلتنا وأعطتنا نصايح وإرشادات، وبعدنا مختلفين إذا القضاء بيعزل السياسة أو السياسة بتعزل القضاء. وبكرة الخلاف أكبر إذا في انتخابات، وعلى الرغم من كل التأكيدات إلا أنه بعدنا شاكين بحصولها. ومن هلأ لوقتها بحب أقول جملة وحدة إلى علاقة بهالاستحقاق، وهي أنه الكتلة الشعبية ما قررت مع مين رح تتحالف، فلكل اللي مشغول بالهم خففوا حمل عنكم شوي، ولما نحنا نقرر رح تكونوا أول ناس بتعرفوا. وكمان لكل اللي صاروا منجمين بالفلك النيابي بنصحهم ينطروا، لأنه الناس حالياً بالا بمعيشتها وليرتها المنهارة ونزوتها ودواها ومدارس ولادها، ومش فاضي يطلنا لتجاوب على استطلاعاتنا. ولأنه هيدا زمن عيد، خلينا نعيد ولو بتواضع، ونعلق تحت الشجرة أمال ونخبيها بقلب الرب يسوع. كل سنة وأنتم بخير.